السيدات و... السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أهنئكم جميعا على الثقة التي منحكم الشعب الموريتاني بانتخابه لكم نوابا عنه مجسدين لإرادته ومعبرين عنها، كما أشكركم جميعا على الثقة التي منحتموني باختياركم بانتخابكم لي رئيسا لهيئتكم الموقرة، راجيا أن نتعاون جميعا للرفع من أدائها كمؤسسة بالغة الأهمية بحياة أي أمة ديمقراطية، خصوصا وأن هذه المؤسسة الدستورية أصبحت بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة تختصر العمل البرلماني جميعا وتحتكره، ولأن هذا البرلمان هو إفراز الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي اتسمت بمشاركة كل الأحزاب السياسية الوطنية في جو من التنافس الإيجابي والحرية، وعكست مستوى الوعي الوطني والديمقراطي للموريتانيين والذي تقبضهم عليه أمم وشعوب كثيرة، فإنني أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر وعظيم التحية إلى الموريتانيين جميعا وإلى فخامة رئيس الجمهورية تحديدا، مهنئا على ما تم تحقيقه من ترسيخ للديمقراطية ومذلها وإشاعة لقيم الحوار والتسامح ونبذ الكراهية والتمييز والتفرقة. إنني أتعهد أن أبذل ما في وسعي ليمارس البرلمان الموريتاني صلاحياته الدستورية على قاعدة الولاء المطلق للجمهورية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات وتعاونها وتناغمها خدمة للمصلحة العامة للشعب الموريتاني وللوطن الذي نخدمه جميعا، كما أتعهد بالعمل على أن يكون البرلمان الموريتاني ساحة للديمقراطية الموريتانية التي تحقق تطلعات الموريتانيين في الحرية والوحدة بين كل مكونات الطيف السياسي، بما يحقق التعدد الذي يغني ويثري والتضامن الذي لا غنى عنه، حفاظا على كيان أمتنا ومقدساتنا وثوابتنا. وكما منحتموني ثقتكم مشكورين، فإنني ألتمس دعمكم ومساعدتكم لهذه المهمة النبيلة. وفقنا الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.